تفقد اللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة اليوم الثلاثاء قيادة قطاع القوات البحرية بملان شطون بمحافظة المهرة تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع. واطلع قائد المحور على أوضاع القطاع والجاهزية والجهود المبذولة وأهم الاحتياجات، وشدد قائد المحور على أهمية اليقظة ورفع الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة للقوات البحرية في مواجهة التحديات وعمليات التهريب بمختلف أنواعه والاستعداد لمواجهة أي طارئ، مثمنا جهود قيادة القطاع ومنتسبيه في حماية الأمن البحري والموانئ على امتداد سواحل المحافظة.